وللحديث عن التطورات في كوسوفو والاشتباكات الحاصلة مع صربيا ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي زياد المنجد. حياكم الله أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك عزيزي. أهلا بك أستاذ زياد. بداية، كيف يمكن فهم ما يجري بين صربيا وكوسوفو، وما هي دلالات حدوث هذه الاشتباكات على الحدود تزامنا مع إعلان صربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى؟ هل نحن أمام تصعيد جديد لربما يأخذنا إلى حرب جديدة في القارة الأوروبية؟ يعني هذه الأمور بدأت عندما قاطعت الأقلية الصربية الانتخابات المحلية التي جرت في شهر أبريل الماضي. عدد الصرب في كوسوفو عددهم لا يتجاوز أكثر من 120 ألف، يعني كما ذكر تقريركم 4%، وهؤلاء يريدون الاستقلال الذاتي، ولذلك لا ينخرطون بأي عملية تقوم بها سلطات كوسوفو، ولذلك يعني لم يشتركوا في الانتخابات. وعندما فاز الألبان في رئاسة البلديات يعني حاولت السلطات تنصيبهم فتصدوا لها، وحدثت اشتباكات بينهم وبين الشرطة، أحرقوا عددا من سيارات الشرطة وهنالك تقريبا 10 جرحى. المهم أن هؤلاء يريدون الاستقلال الذاتي، وصربيا تدعمهم وتريد لهم استقلالا ذاتيا، لأنهم يقعون على الحدود الجنوبية لصربيا وهم بالنتيجة من رعاياها. يعني هم صربيون يقيمون في كوسوفو، وكانت كلها دولة واحدة قبل أن تتفكك في وتنال كوسوفو استقلالها في عام 1999. ولذلك هذه صربيا تحاول قدر الإمكان دعم هذه الأقلية من أجل الاستقلال الذاتي أو الانضمام إليها، ولذلك حشدت جيوشها على حدود كوسوفو ولتقول لهم أننا موجودون إذا ما تعرضت الأقلية الصربية لأي اضطهاد من سلطات كوسوفو. وهذا أمر قد ينذر بالكثير من الأمور التي تؤدي إلى حروب في المنطقة وتزداد يعني بقعة الحرب. طيب، من أوكرانيا الأمور إلى هذا الحد، حد الحشودات العسكرية وربما الاشتباكات، ما هو يعني ما الذي شجع صربيا على الإقدام إلى هذا التحشيد العسكري، وعلى ماذا تعول؟ هل تعول على انشغال أوروبا بحربها وبدعمها لأوكرانيا أم ماذا؟ بشكل أكيد عندما يعني أجرى الناتو عملياته ضد صربيا ونالت كوسوفو استقلالها، كان ذلك بالقوة غصبا عن يعني صربيا. والآن عندما انشغل الناتو بحرب أوكرانيا، أوروبا بالإضافة إلى أمريكا مشغولون في حرب أوكرانيا، ولذلك فالسلطات في يعني صربيا تحاول قدر الإمكان أن تقول أنها موجودة وأنها مستعدة لاسترجاع حقوقها، وتعلم أن كل هذه الأطراف منشغلة الآن في الحرب الأوكرانية، ولذلك فهي تستغل الفرص من أجل تحقيق ما تريد. ولكن هل يتحقق ذلك؟ ربما، ولا أعتقد أن الأمور ستتطور إلى أكثر مما هي عليه الآن. هناك رسائل تهدئة من الدول الأوروبية باتجاه صربيا، وأيضا يعني مطالبة كوسوفو ب يعني ضبط النفس إن صح التعبير، كيف يمكن فهم هذه الرسائل؟ لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية طالبت سلطات كوسوفو بعدم دخول البلديات بالقوة، وذلك لأنها مشغولة ولا تريد أن تنشغل في حرب جديدة في المنطقة. هي تريد كما تدعي أن الديمقراطية تأخذ دورها، وأن يشترك الصرب في الانتخابات، وأن يكون رئيس البلدية ممثلا لجميع السكان في المنطقة. هي من مبدأ حرصها على الديمقراطية كما تدعي تحاول أن يعني توعد لسلطات كوسوفو أن لا تتصرف
بشكل يخالف مبدأ الديمقراطية الذي يشترك فيه كل أبناء الشعب، ولكن الصرب الأقلية الصربية لا تقبل في هذا الأمر، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى أن تهدئ الأمر، ربما يؤدي ذلك إلى حل المشكلة والوصول إلى حل لهذا الأمر. إذا أردنا الحديث هنا عن روسيا الداعم الخلفي إن صح التعبير لصربيا، يعني هل من الممكن أن تفرض روسيا لربما تحقيق تقدم أو يعني تنازلات معينة، أن تحصل على تنازلات معينة من الدول الأوروبية في عدة ملفات مقابل حظ صربيا على التهدئة؟ لا شك أن يعني الدولتين الوحيدتين اللتان لا تعترفان باستقلال كوسوفو هم صربيا وروسيا، وعندما خاضت روسيا حربها في أوكرانيا اعتقدت أن هذا الأمر يعني عبارة عن رحلة صغيرة وتنتهي، والآن بعد عام ونصف المجتمع الأوروبي الأوروبيون كلهم وبإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقفون مع أوكرانيا ضد روسيا. هي تحاول روسيا أن تخلق بؤرة صراع أخرى في المنطقة، لعل هؤلاء ينشغلون عن دعمهم لأوكرانيا في منطقة أخرى ويخففون الضغط عليها، ولذلك فكل الأمور يعني ولكن هذا الأمر بالذات، نعم أستاذ زياد سريعا، ولكن هذا الأمر بالذات لا يبدو في مصلحة أوروبا، ولكن هل هو في مصلحة روسيا سريعا لو سمحت؟ طبعا هو في مصر، إذا يعني نشبت حرب في منطقة أخرى غير أوكرانيا ولا تشترك فيها روسيا بشكل مباشر فهو لمصلحة روسيا، لأن ذلك يخفف الضغط عليها ويخفف دعم الأوروبيين إلى للأوكرانيين وينشغلون في منطقة أخرى، ولذلك فهو لمصلحة روسيا، وروسيا تحاول قدر الإمكان أن تسعر الموقف. وصلت الفكرة، وعذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي زياد المنجد، شكرا جزيلا لك.